من الحاجات المهمة جدا هي أداء اللاعبين أو كثير من اللاعبين في هذه البطولة تحديدا. الجماهير تركز على مستوى محمد صلاح، لاعب عالمي، لاعب كبير. رأيك في مستوى محمد صلاح في البطولة حتى الآن؟ You know, look, we must look for the performance of the team because, of course, the يجب أن نتحدث عن الفريق بشكل عام، لأن هناك الكثير من اللاعبين في الفريق، ولا نركز على لاعب واحد. أغلب اللاعبين في الفرق الكبرى يأدون بشكل جيد، وكل ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض الصعوبات التي تواجه اللاعبين، واللعب في أوروبا يختلف عن اللعب في أفريقيا فيما يتعلق بالتكتيكات. وهذه الفرق كما قلت مختلفة عن الفرق الأوروبية، والفرق الموجودة في هذه البطولة ليست فرق ضعيفة، ولكن أنا أعتقد أنه حتى الآن فإننا نعتقد أن محمد صلاح من أفضل اللاعبين، ونتوقع ونأمل أن يؤدي أداء أفضل في المباريات القادمة. هو لاعب عظيم وهو كابتن الفريق، ويعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، ونحن ندعمه وندعم الفريق القومي المصري.